بترجع وميلكا بتحط عزمها كله في كوره اتشاطت، يعني كده جت في دعاء اهي وخارج الملعب. حوائط صد عالية وقوية، ويظهر خدت كوع كده في حائط الصد ده، عادي جدا ده بيحصل، هتقوم على طول. طبعا طبيب الفريق الدكتورة هدير وحيد والدكتورة ياسمين محمد موجودين معاها، واقفين بيكلم المدير الفني الكابتن ابراهيم فخر الدين دعاء الغباشي على كره الديفنس. ومن الناحيه الثانيه بارسالات عليها بشكل جيد، والناحيه الثانيه برضو استقبال وكره بتيجي بتعدي وكره قويه ودعاء بتقع بتتخبط في كرسي الحكم، والدكتوره ياسمين محمد بتروح لها خبطت في كوعها. دكتوره ياسمين بتحاول، كوره اهي اهي اتخبطت جامد